فيما بدت وكأنها نهاية لهدنة لم تصمت طويلا بين نظام الرئيس اليمني والقوات المنشقة المساندة للتظاهرات الشبابية، هزت انفجارات قوية واشتباكات عنيفة أحياء شمالي العاصمة صنعاء. الاشتباكات اندلعت بين الحرس الجمهوري وقوات الجيش المنشقة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر في شوارع عدة شمال حي الحصبة شمال العاصمة، علما أن هذا الحي شهد معارك دامية في الأشهر الماضية بين الطرفين. وأفاد شهود عيان بأن انفجارات قوية هزت مواقع قوات الفرقة الأولى مدرع في هذه المناطق، مشيرين إلى أن قواعد الحرس الجمهوري كانت مصدر القصف العشوائي شمال العاصمة. في هذه الأثناء انطلق عشرات الآلاف في تظاهرة من ساحة التغيير التي يعتصم فيها المناوئون للرئيس صالح منذ أشهر باتجاه دوار العصر الذي يبعد نحو 3 كيلومترات، وينتشر فيه مناصرون للنظام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. أما في تعز جنوب صنعاء فقد قتل مدني وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي عشوائي ليلي طال أحياء من المدينة، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا من الناشطين في تعز. وتأتي التطورات هذه غداة تحذير نائب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من دخول اليمن في حرب أهلية إذا ما انفجر الوضع الأمني في البلاد. محمد بردويل، العربية. والطرف الثاني